إيران قامت بتوجيه تهديدات للمملكة العربية السعودية، وأبلغت العراق أيضا بتهديد واضح بأن ستكون هنالك ضربات موجهة للبلدين إذا ما استمرت المملكة العربية السعودية أو حتى الأطراف التي هي تعترض عليها في العراق في مسألة التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية كما تحدثت إيران. عندما نتحدث الآن عن التهديد الإيراني للمملكة العربية السعودية فهي قادمة بشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني، والتهديدات صادرة من القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، هو الذي أصدر هذه التهديدات واتهم المملكة العربية السعودية بأنها تتدخل في التظاهرات الجارية في الداخل الإيراني عبر وسائل الإعلام، ووجد بأن هذا الأمر هو يزيد من التوترات ويزيد من هذه التظاهرات في الداخل. وعلى هذا الأساس هو هدد بشكل واضح وقال بأنكم عليكم أن تحذروا أيها السعوديون من دخان النار الموجودة في الداخل الإيراني، بأن هذا الدخان قد ينعكس عليكم وقد تدفعون الثمن، وأن هنالك مكامن للضعف في السعودية، وبالتالي عليكم أن توقفوا مسألة التدخلات في هذه التظاهرات الإيرانية في هذه التدخلات طبعا، وأن تتدخلوا في المسائل الداخلية الإيرانية. هذا التهديد القادم من قبل تحديدا حسين سلامي هو يأتي مباشرة بعد تهديدات قد شهدناها بداية هذا الشهر كانت قادمة من جماعة الحوثي مع انتهاء الهدنة مع الحكومة الشرعية اليمنية، وفعلا قد انتهت مسألة هذه الهدنة الآن، وليس هنالك أي هدنة أو تمديد للهدنة بين الطرفين. كان الحوثيين وجماعة الحوثي واضحين تماما بأنهم هددوا الشركات النفطية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وكذلك هددوا الشركات النفطية الموجودة في الإمارات العربية المتحدة. أيضا بداية هذا الشهر شهدت أيضا تهديدات من إحدى الفصائل العراقية تجاه الشركات النفطية العاملة في المملكة العربية السعودية، وطلبوا من هذه الشركات أن تنسحب لأنهم سيضربون مصادر الطاقة الموجودة عندما في السعودية وفي الإمارات. وعندما نتحدث عن الفصيل العراقي تحديدا فنحن نتحدث عن ألوية الوعد الحق التي ترونها أمامكم، وضعت التهديد بهذا الشكل وربطت مسألة تهديداتها في مسألة الهدنة في اليمن وانتهائها، وبأنهم سيقفون مع اليمنيين أي بما معنى مع جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، وأيضا كانت متزامنة مع التهديد اليمنية القادم من جماعة الحوثي من العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية المتمثلة بجماعة الحوثي. كما تلاحظون هو هدد ومنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها، فرصة للانسحاب لأنهم ينوون القيام بالكثير من هذه العمليات. طبعا التهديدات اليمنية التي صدرت بهذا الشكل مع التهديد القادم من ألوية الوعد الحق جعلت عددا من المفكرين الأمريكيين الذين يهتمون بتفاصيل ما يجري في الشرق الأوسط مثل مايكل نايتس أن يظهر بدراسة مشتركة على الواشنطن إنستيتيوت ليرى بأن الأمر ليس مرتبطا في الهدنة اليمنية بل بالتظاهرات الداخلية الإيرانية، ووجد وقال تتعرض إيران لضغط داخلي كبير ولا شك أنها تشعر بالحاجة إلى إعادة توجيه هذا الضغط خارجيا. إذن الأمر مرتبط في التظاهرات بحسب التظاهرات الإيرانية بحسب ما وجده طبعا مايكل نايتس خلال هذه الدراسة. وطبعا نحن الآن نتحدث عن تهديد واضح من قبل القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، والذي ثبتت مهر نيوز تصريحاته بهذا الشكل في 24 ساعة الماضية، وقال الآتي: إن هذه الوسائل الإعلامية تحرض شبابنا بشكل معلن، فنقيم الحج عليهم بأن يكبحوا جماح وسائل الإعلام هذه، وإلا سيعود عليهم دخان هذه النار وسيدفعون ثمن ذلك. وأضاف: لقد دخلتم هذا المسار وعليكم أن تعلموا أن لديكم مواطن ضعف فانتبهوا. وكذلك كان هنالك تحركا قبل يوم واحد من التصريحات التي وجدناها الآن ونتحدث عنها لحسين سلامي، هي جاءت في الخليج العربي أمام ومقابل وقبالة السواحل الإماراتية تحديدا، بالهبوط الآن إلى القمر الصناعي لكي نرى هذه المنطقة، هنا السعودية هنا الإمارات العربية المتحدة، لنتجه إلى هذه المنطقة من الخليج العربي، هنا مضيق هرمز. المسألة
طبعا هي مرتبطة بجزيرة قشم التي ترونها هنا. كان هنالك تحركا مثيرا قد ظهر في 48 ساعة الماضية عن طائرة قد ظهرت على الفلايت ريدار 24 قادمة من مطار قشم الذي يأتي بهذا الاتجاه تحديدا في هذه النقطة، لنصحح هذه المنطقة، مطار قشم يأتي بهذه النقطة بالضبط. الطائرة كانت قد حلقت بهذا الاتجاه ووصلت إلى جزيرة أبو موسى التي ترونها هنا، هنا الإمارات العربية المتحدة طبعا، وأتت قبالة هذه السواحل على مسافة ما يقارب 47 كيلومترا إلى 52 كيلومترا بحسب الحسابات القادمة على جوجل إيرث، وبعد ذلك انسحبت هذه الطائرة بهذا الشكل. هنالك مشكلة في هذه المسألة، قد تبدو طائرة عادية ظهرت على الفلايت ريدار 24 وهي تحلق من مطار قشم من هذه الجزيرة، قد تكون مدنية قد تكون أي شيء ثاني. المشكلة بأن هذا المطار الذي ترونه هو مطار معروف بأن هذا المطار تنطلق منه الطائرات المسيرة العسكرية الإيرانية تحديدا، ليس هنالك طائرات حربية عسكرية إيرانية أو طائرات مدنية تنطلق من هذه القاعدة أو هذا المطار، وتحديدا هذه القاعدة قاعدة قشم هي تستخدم من قبل إيران في الطائرات المسيرة لضبط الأمور في مضيق هرمز لتهديد الأطراف مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ضبط بعض الأمور القانونية بحسب ما تراها إيران. وبالتالي هذه المنطقة معروف عنها بأنها ليست بالمنطقة العادية أو النقطة العادية التي تنطلق منها طائرة بهذا الشكل. وطبعا هذا جعل مباشرة كما ترون هنا بالفلايت ريدر كما تحدثنا التسجيل كان واضحا لهذه الطائرة. طبعا واحدة من الشكوك التي وضعت عن هذه الطائرة بأننا هنا كما نلاحظ باللون الأزرق جاءت بهذا الاتجاه أمام جزيرة أبو موسى، وهذا يوضح بأن القمر الصناعي كانت لديه إشارة مباشرة من هذه الطائرة، وبعد ذلك النقاط السوداء التي ترونها المتقطعة هي توضح بأن هذا عبارة عن استيميشن أو تقدير لهذه الطائرة في ظل التفاصيل التي جاءت باللون الأزرق الذي جاء بهذه الطريقة وتوجهت طبعا وعادت إلى قاعدة قشم. هذه التفاصيل جعلت خبراء مثل أميليا سميث أن تقوم بعملية بحث على حسابها الخاص في تويتر، هي متخصصة في مسألة الطائرات وتعقب الطائرات بشكل عام العسكرية المدنية الحربية ناقلة الطائرات الناقلة للأسلحة وغيرها، بدأت بعملية بحث عن ما الذي جرى وما هي هذه الطائرة التي جاءت بهذا الشكل مؤخرا أمام السواحل الإماراتية، ووجدت بسرعة كبيرة للغاية بأن قبل ساعة من ظهور هذه الطائرة على الفلايت ريدار 24 وجدت بأن كانت هنالك طائرة مسيرة موجودة في جزيرة قشم في قاعدة قشم التي ذكرناها، وهذه هي الطائرة المسيرة التي ترونها، وحددت بأنها من نوعية شاهد 129 الطائرة الإيرانية. واضح جدا لأي مختص أو أي شخص يعرف طبيعة شكل الطائرة هذه فيعرف بأنها مباشرة من نوعية شاهد 129 طائرة إيرانية قاصفة معروفة تقوم بالكثير من العمليات، ظهرت في أوكرانيا بالصور من قبل القوات الأوكرانية عندما قامت روسيا طبعا ولا زالت تقوم بالعمليات في الداخل الأوكراني. طائرة ليست بالعادية، طائرة لديها قدرات عالية للغاية. وبالتالي وجدت هذه الطائرة قبل ساعة أنها ظهرت وظهرت على الفلايت ريدر، وهذا أعطى مؤشرا بأن هذه الطائرة فعلا كانت طائرة مسيرة قد حلقت أمام السواحل الإماراتية من قبل إيران. دعونا نبتعد من هذه الصورة قليلا ونأخذ عددا من العلامات لكي نتأكد. كما نلاحظ هنالك علامات مميزة لهذه المنطقة، هنا واضح جدا أن الطائرة قد خرجت بهذا الاتجاه من هذه النقطة، وواضح بأننا أمام طائرة كانت تذهب بالمدرج بهذا الاتجاه. هذه العلامات هي كافية عندما ندقق على قاعدة قشم لكي نطلع على هذه النقطة، لنقترب من قاعدة قشم من هذه النقطة تحديدا الوسطية التي تأتي بهذا الاتجاه لكي نتأكد هل هي فعلا هذه المنطقة التي انطلقت منها. وسنلاحظ فعلا بعد التدقيق بأن هذه هي المنطقة التي جاءت منها الطائرة المسيرة، كما تلاحظون كل شيء متطابق من هذه المنطقة، وتوضح أن الطائرة المسيرة كانت بهذا الاتجاه متوجهة لتخرج عبر هذا المطار طبعا الذي تلاحظونه. طبعا أميليا سميث استخدمت بلانت ساتلايت، شركة بلانت للأقمار الصناعية، لكي تلاحظ هذه الطائرة وهي أقمار صناعية محدثة أولا بأول، وعلى هذا الأساس أصبح واضحا أن الطائرة جاءت بهذا الشكل حلقت وبعدها عادت من أمام السواحل الإماراتية. وهذه طبعا الطائرة المسيرة، ولكي ننتبه قد تكون أيضا الأمور فيها شكوك، هذه المسألة هي جعلت أميليا سميث
سميث أن تحقق بشكل أكبر. كيف ظهرت هذه الطائرة بهذا الشكل وهذه الطائرة غير معروف عنها أن تعطي إشارات تجعل الأقمار الصناعية تتعرف على هذه الطائرة المسيرة بهذا الشكل وكأنها طائرة عادية؟ ووجدت من خلال فحص عن طريق هذه الشركة تحديدا ألا وهي سكاي ووتش سبيس أبليكيشنز، قامت بعملية التحقيق ما طبيعة هذه الإشارة التي أرسلتها، ووجدت بأن هذه الطائرة أصبحت لديها إمكانيات في إرسال إشارة ألا وهي الـ ADS-B Signal. هذه الإشارة باختصار بما معنى أن الطائرة تعطي إشارات إلى المحطات الأرضية وأن المحطات الأرضية تتعرف مباشرة على موقع هذه الطائرة، على سرعة الطائرة، على ارتفاع الطائرة، على نوعية الطائرة، وعلى هذا الأساس حتى تحدث وتأتي بالاسم الخاص بهذه الطائرة وكيف تحركت وتعطي تقديرات مهمة للغاية. وعلى هذا الأساس أوضحت طبعا هذه الشركة التي تحدثنا عنها وهي سكاي ووتش أبليكيشن التي أبليكيشنز عفوا توضح بأن الخطوط التي كانت هي معتدلة هي الخطوط التي فتحت فيها هذه الإشارة، تمكنت الأقمار الصناعية من ضبطها، وبعدها جاءت التقديرات بأنها كانت تتحرك قبل أن تطفئ هذه الإشارة بهذا الشكل. ما الذي يعني هذا؟ قد يكون هو اختبارا بسيطا، وقد يكون أيضا كما فهمت منه أميليا بأنه قد يكون تهديدا مباشرا مبطنا. وهي وجدت بشكل مثير بأن هنالك طائرات مسيرة كثيرة تمتلك هذه الإشارة، ليست المرة الأولى التي تظهر لدى الطائرات المسيرة هذه الإمكانية التقنية، ولكنها المرة الأولى التي تظهر لدى شاهد 129 هذه القضية وهذه الخاصية، وبالتالي أصبح لدى إيران قدرات أن تطير الطائرات وأن تريك بأنها قريبة منك، قريبة من السواحل وغيرها. وطيران هذه الطائرة مع تصريحات حسين سلامي مع بداية هذا الشهر من تصريحات طبعا قادمة من الفصيل العراقي ألوية الوعد الحق وجماعة الحوثي انتهاء الهدنة، ربط الأمر بالتظاهرات الداخلية الإيرانية قد يعني الكثير. كل شيء له توقيت في هذه المسألة. كذلك أن هذه التظاهرات هي تنعكس على الداخل العراقي، هنالك مشكلة كبيرة يعاني منها وتعاني منها إقليم يعاني منها إقليم كردستان بسبب هذه التظاهرات. كما نعلم بداية هذا الشهر كانت هنالك عملية عسكرية قادتها إيران مباشرة على الأطراف والأحزاب المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان، وقالت إيران بأن هذه الأطراف تتدخل في التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني، هي تزيد من توترات هذه التظاهرات. وعلى هذا الأساس بدأوا بهذه العملية وقالوا بأننا أبلغنا إقليم كردستان أن يفعلوا شيئا، لم يفعلوا شيئا، بدأوا بالعملية، أوقفوا هذه العمليات وأعطوا فرصة جديدة لإقليم كردستان وكذلك للعراق لفعل شيئا بحسب ما طلبت إيران تجاه هذه الأطراف المعارضة. ما الذي فعله العراق؟ العراق أرسل وفدا مهما وصل إلى طهران السبت الماضي، وصل هذا الوفد من أجل مناقشة هذه المسألة ومحاولة إيقاف أي بدء لأي عملية عسكرية أو استئناف للعملية العسكرية التي بدأوها ضد هذه الأطراف تحديدا. ونتحدث هنا عن وفد جاء برئاسة مستشار الأمن العراقي السيد قاسم الأعرجي بهذا الشكل، التقى بوزير الخارجية الإيراني الذي ترونه أمامكم وهو أمير عبد اللهيان، وفدين تناقشا عن هذه المسألة يحاولون ضبط الأمور. وبالنسبة طبعا للإيرانيين كما هو واضح قد أبلغوا العراق وطلبهم الواضح للعراق، وأصبح هذا الأمر عليا وليس سرا بأن عليكم إبعاد المعارضين الموجودين في إقليم كردستان من المعارضين الإيرانيين. وطبعا بالنسبة للطلب الإيراني بتفاصيله هو ببساطة قالوا أما عليكم أن تحولوا هذه الأطراف المعارضة الإيرانية إلى أطراف أو إلى مدنيين وأن تنزعوا السلاح منهم ولن تكون هنالك لدينا مشكلة ولن نقوم بأي عملية عسكرية أو قصف على إقليم كردستان، أو أن تطردوا هذه الأطراف من الأراضي العراقية ونحن لن نتحمل وجود هذه الأطراف والعناصر المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان على حدودنا، لن نقبل بهذا الأمر لأنهم يتدخلون في هذه التظاهرات ويقومون بزعزعة الأمور في الداخل الإيراني. هذا هو الطلب. المشكلة هي ليست لدى الحكومة الاتحادية على الرغم من الظروف التي يمر بها العراق، حكومة جديدة وغيرها، لا أبدا، المشكلة أيضا تكمن في إقليم كردستان وكيف سيستجيب لهذه المسألة تحديدا. ببساطة إيران قالت إن لم تنصتوا لهذه التوجيهات أو تنصتوا
يبسطوا لهذه الطلبات الإيرانية فإننا سنستأنف هذه العملية. وتعني بالنسبة لإيران هو أن إيران بنفسها ستبحث عن عملية نزع السلاح من هذه الأطراف. ونزع السلاح لن يأتي بالقصف، لن يأتي بالمدافع والطائرات المسيرة والصواريخ، لا أبدا، بل هو سيأتي على مستوى البري. يجب أن تتقدم بريا لكي تنزع السلاح من هذه الأطراف وتنهيها بالتمام والكمال. وقد يدفع إيران أن تخلق منطقة أو منطقة عازلة بفر زون كما تفعل تركيا مع حزب العمال الكردستاني بهذا الشكل. وطبعا هنالك مشكلة حقيقية بأن إيران الآن تقوم بعملية مناورات عسكرية، هي جادة بهذه المسألة، لديها مناورات عسكرية كبيرة تأتي في هذه المنطقة إلى شمال غرب إيران. هنا كما تلاحظون هذا هو إقليم كردستان، هنا تركيا، وهذه هي إيران، وهذه هي أذربيجان، وهذه هي أرمينيا. طبيعة المناورات التي بدأت اليوم هي بدأت من قبل الحرس الثوري الإيراني وستمتد لمدة 3 أيام، تأتي في أردبيل وكذلك في أذربيجان الشرقية، أي إنها مع الحدود مع أذربيجان، قد تعني تهديدا لأذربيجان طبعا بهذا الشكل. ولكن بالنسبة لأذربيجان الشرقية يجب أن نفهم بأنها لا تبعد إلا ما يقارب 173 كيلومترا فقط هذه المناورات عن إقليم كردستان، قد تعني الكثير عن طبيعة ما ممكن أن يكون قادما. وكانت هنالك صورا لطبيعة هذه المناورات العسكرية الإيرانية كما تلاحظون، مناورات ليست بالعادية، تحشيدات كبيرة للحرس الثوري الإيراني، راجمات صاروخية، مروحيات، هليكوبترات، طائرات حربية وغيرها، هم يستعدون للكثير والكثير مما هو قادم. وما هو ما يصعب هذه المهمة بشكل كبير أن الاتفاق النووي تحت المطرقة الآن ليس هنالك اهتمام به من الغرب، وليس هنالك وهنالك تصعيد في هذه التظاهرات وهذه الأخبار السيئة للمنطقة بشكل عام. فالبيت الأبيض يوم أمس بهذا الشكل الواضح قالوا الولايات المتحدة لا تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي. وأيضا في نفس الوقت الخميس الماضي كانت الخارجية الأمريكية واضحة بهذه المسألة وقالت الاتفاق النووي الإيراني ليس محور تركيزنا في الوقت الحالي، وبدلا من ذلك نهتم بدعم المحتجين في إيران. نيد برايس الأربعاء الماضي قبل يوم من هذه التصريحات قال بأن الإيرانيون لا يريدون توقيع هذه الاتفاقية، بل إن الرئيس الأمريكي بنفسه جو بايدن كرر تصريحاته حول الاحتجاجات في إيران بهذا الشكل في لقطة سريعة. سئل عن مسألة ما هو موقفه من طبيعة هذه التظاهرات في إيران وقال نحن نقف معكم، استمروا في القتال، بحسب تعبيره طبعا. وهذه قد تعني الكثير بالنسبة إلينا كمختصر مفيد لهذه المسألة، بأن إيران تناور على الحدود الأذربيجانية وأرمينيا قد يعني شيئا أمام أذربيجان، وأن إيران اتهمت أذربيجان بأنها تحولت إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية تستخدمها إسرائيل من أجل مهاجمة وتهديد الحدود الإيرانية، قد تعني بأننا أمام ضغط كبير على إقليم كردستان مرة أخرى إن لم تكن هنالك آلية لحل هذه المسألة. وكذلك تعني أن هنالك تهديدات قادمة بحسب التهديدات من الحرس الثوري الإيراني عن طريق حسين سلامي على المملكة العربية السعودية، على الإمارات العربية المتحدة، ليس بالضرورة أن تأتي مباشرة من إيران، بل قد تأتي من جماعة الحوثي أو تأتي من الفصائل العراقية بضربات خاطفة بهذا الشكل. وهذا يعني أن المنطقة ليست بخير على الأقل من هذه الأنباء الرسمية التي انتشرت بهذا الشكل. وبالتالي فعلا الظروف صعبة، كيف سينظر العراق إلى هذه المسألة، كيف ستنظر أيضا المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات العربية المتحدة لطبيعة هذه المتغيرات.